بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قلنا في بداية السورة ذكر ربي مرتين مش يقع إفساد كبير، والآن عاد ولا عالمي، ما عادش محصور في منطقة جغرافية مركزها أرض الكرب، ولا توا ما أنا يقولوا العامة ربه واحد، الكفر. الكفر ماشي، الكفر ماشي في السياسة، في الدبلوماسيات، في الاقتصاد، في الثقافات، وهي العياذ بالله لعنة على البشرية أن تكون الثقافة اليوم الكل شيطانية. الثقافة الإسلامية تجب تقول غائبة عن الساحة الدولية إلا حين يرفق ربي بجماعة معينة يحتكوا بينا احنا الاصليين في ديننا، تشاركوا لثقافتنا ليس انسانيه كما يقول اعداء الثقافه، بل هي ربانيه ابتداء محمديه على سيدنا افضل الصلاه والسلام، ثانيا وعربيه قحه، واسلاميه حين تكتمل الصوره اللي تم الثقافه الاسلاميه. نعود إن شاء الله تعالى ورب يوفقنا حتى نعينكم على فهم هذه السورة ولو في بعض جوانبها.